ما زلنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة وبالتحديد في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. الآن يسعدنا اللقاء بالسيد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام بالوكالة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. أهلا وسهلا بحضرتك، ما شاء الله شباب، حاجة جميلة وحاجة تفرح. الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم. أعتقد أنه ده توجه هنا في دولة الإمارات، أنه الشباب يحتلوا أماكن قيادية في كل المجالات خاصة في مجال كرة القدم والرياضة. والله يعني لله الحمد، القيادة الرشيدة دائما داعمة للشباب، فسواء كان على مستوى الرياضة أو المستوى الاقتصادي أو السياسي تلقى الشباب موجودين، والحمد لله الكوادر موجودة في الدولة. تقدر تشوف اليوم الشاب صار وزير بعد، وصار عضو مجلس وطني، وصار أيضا مشارك في مراكز عليا في الدولة. فالحمد لله الفرص موجودة وكل مجتهد له نصيب. الأمانة العامة لأي اتحاد هي قاعدة الانطلاق للعمل للنجاح، يعني سر العمل عامل ازاي؟ الربط ماشي بشكل جيد؟ راضي عن أداء دورك داخل الاتحاد من خلال موقعك كأمين عام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم؟ نحن دائما في اتحاد الإمارات نعتمد على الاحترافية في العمل. أنت مثل ما أنت عارف أن الأمانة العامة هي مثل ما نقول الدينامو اللي يحرك الاتحاد كله، فتلقى القرارات تنفذ عن طريق الأمانة العامة، اللجان طلباتها تجي عن طريق الأمانة العامة، الأمور الفنية والدعم اللوجستي والأمور اليومية كلها عن طريق الأمانة العامة. فإذا كانت عندك الأمانة العامة متمركزة بشكل جيد وعملها جيد، تلقى اللجان أو الإدارات التابعة تسير بعمل جيد. الحمد لله نحن عندنا كوادر طيبة في الأمانة العامة، سير العمل الحمد لله عندنا ماشي. في خطة استراتيجية موضوعة من اتحاد الكرة لمدة 5 سنين، من ضمن الخطة هذه هي لها أهداف، ونحن اليوم الحمد لله نقابل الأهداف هذه. عايز أسألك في موضوع يهمنا كمصريين زي ما يهمكم كإمارات، يعني وهو استضافة كأس آسيا 2019. جاهزين بقى لهذه الاستضافة وإبهار العالم من جديد بإذن الله؟ نعم إن شاء الله مستعدين للبطولة هذه. مثل ما أنت عارف نحن قدمنا الملف، والحمد لله نحن استضفنا بطولات سابقة. صحيح. يعني عندنا خبرة. كأس آسيا خدناه في 96، أو يعني استضفناه في 96، وكان الحمد لله ناجح من كل المقاييس، سواء كان على مستوى الجماهير، سواء كان الحضور الجماهيري كان مفاجأة بكل المقاييس في آسيا 1996. إن شاء الله تتوقع المرة دي يكون أكتر، يكون أفضل، يكون أحسن بإذن الله. نعم. فمثل ما قلت أنت يعني العوامل كلها تساعدك. عندك كان أيضا في 96 التنظيم نجح معنا، الأمور الفنية كانت كلها حسب المواصفات الاتحاد الآسيوي أو متطلبات الاتحاد الآسيوي. وكان أذكر في 96 أول مرة نقوم بافتتاح خارج أسوار الملعب، صار على كورنيش أبو ظبي الافتتاح، صار كان في أهازيج شعبية وكان في عروض ليزر. فنحن أيضا إذا إن شاء الله في 2019 استضفناها نبغي نرتقي بالنسخة هذه إلى الأفضل من اللي كنا فيه في 96. خليني أسألك عن دور لجان الاتحاد، لجان الاتحاد ودورها في تحقيق النجاحات. الربط ماشي بشكل جيد وشايف اللجان بتقوم بدورها، وهل لكم الدور الكبير في يعني السيطرة على لجان الاتحاد بالكامل؟ نعم، نحن بس عشان أوضح، عندنا لجان قانونية وعندنا لجان إدارية. اللجان القانونية هذه مستقلة استقلال تام، نحن ما نتدخل فيها، اللهم نقدم الخدمات اللي مطلوبة ونبعث قراراتهم للأندية ونطبقها يعني حسب المطلوب. أما بالنسبة للجان اللي هي اليومية أو الإدارية خلنا نقول، لها اجتماعاتها وفيها أيضا يعني كوادر من أعضاء اللجان مختارين على حسب معايير معينة، وفيها أيضا لوائح معينة تصادق من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية اللي تصير كل سنة وتطبق على باقي اللجان حسب المطلوب. اليوم الحمد لله نحن وصلنا لمرحلة عندنا طلبات من اتحادات أخرى للاستفادة من الخبرات اللي صايرة. مثلا خلني أقول لك على مستوى تقنية المعلومات، عندنا جانا طلب من الاتحاد السعودي، واليوم حبوا يستفيدون من الخبرة اللي قمنا فيها، أو النظام التسجيل اللي عندنا اليوم. هو نظام التسجيل اللاعبين عندنا نظام متطور، وصلنا لمرحلة أن اليوم نحن
الاتحادات الأخرى قاعدة تستفيد من خبراتك أو التطبيقات اللي صايرة في هذا النظام. بالتأكيد التسويق هو أهم شيء دلوقتي، لأنه بدون تسويق ما يبقاش فيه مردود مادي. وصلتوا لحد فين في المجال التسويقي الرعاة؟ الدنيا ماشية زي دلوقتي في اتحاد الإمارات لكرة القدم؟ التسويق مثل ما تقول عامل مهم في أي مؤسسة، سواء كانت رياضية أو غير رياضية. نحن الحمد لله إذا نتكلم عن التسويق دائما الناس يعني ممكن تشوف إلى أو تتجه إلى الرعاة، أهم شيء الناس بالنسبة لها الرعاة. صحيح. لأن الرعاة اليوم الراعي يكون بالنسبة لك مصدر يعني دخل للاتحاد. نحن في اتحاد الإمارات عندنا رعاة ورعاه من كذا قطاع، فهذا يمثل أن أنت عندك اليوم نجاح وارتقاء وتطوير، لأن يعني اليوم عندنا رعاه على مستوى الخدمات الصحية، رعاه على مستوى البنوك أو المؤسسات المالية، ورعاه على مستوى الصناعات ووكالات السيارات، وأيضا رعاه من جهات حكومية. هاي كلها مؤشرات تدل أن أنت اليوم في ارتقاء. العوامل اللي جذبت هذا الشيء هو عملك، هو عمل العوامل الفنية. طبعا دائما إذا منتخباتك ناجحة، إذا منتخباتك متصدرة، إذا أنت اليوم عندك نتائج طيبة، دائما ما تجذب الرعاة لك. وأيضا اليوم نحن ما نعامل الراعي كراعي، نعامله شريك معنا، لأنه شريكنا في النجاح. اليوم الراعي صار يشاركنا في احتفالاتنا، صار يشاركنا في مناسباتنا، وآخر مرة كنا في أستراليا في كأس آسيا كان عدد كبير من رعاتنا متواجدين، لأن عندهم غيرة للمنتخب. هم اليوم ليس المطمح المادة أو الاستفادة، بل أيضا هناك يعني جوانب يقدرون يشاركونا فيها يعني على غيرتهم لمنتخبهم ودعمهم لمنتخبهم من كل النواحي. بدون شك الاحتراف غزا كل شيء في منظومة كرة القدم. هل تتوقع هيجي اليوم اللي يغزو المنظومة الإدارية في اتحاد الإمارات لكرة القدم ويبقى المنظومة كلها من أولها لآخرها محترفة؟ أكيد 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 طبعا. الاحتراف أنت اليوم عشان تكون اتحاد محترف لابد تطبق معايير الاحتراف. اليوم نحن على النواحي الاستراتيجية اللي وضعناها والأهداف اللي وضعناها ومواكبة أيضا التطور اللي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. اليوم نحن في تطور الحمد لله مذهل ومسارع، ولابد نحن نواكبه. فإذا نحن حبينا نواكبه لابد نطبق معايير الاحتراف في الإدارة داخليا، وبعدين ننتقل إلى المراحل. الاتحاد الاسيوي كان حاطط شروط ومعايير للاحتراف، هل في تنسيق واضح ما بينكم وبين الاتحاد الاسيوي لتطبيق هذه الشروط والمعايير؟ اكيد نحن عندنا اليوم تنسيق مع الاتحاد الاسيوي على تطبيق معايير المطلوبه. يعني انت عارف بدينا قبل 6 سنوات على موضوع دوري المحترفين او لجنه دوري المحترفين، صارت لجنه مستقله بقوائمها الماليه بموظفينها بميزانيتها، وايضا في معايير مطبقه على الانديه المحترفه. اليوم الانديه تحولت الى شركات، والشركات ايضا لها قوائم ماليه، والقوائم الماليه مراجعه من لجنه دوري المحترفين. وايضا اذا كان نتكلم عن ايضا المدربين صار لهم شهادات معينه. فنحن هذه كل المعايير طبقناها، ولازلنا يعني أيضا ندعم الأندية واللجان بدورات لتثقيفهم لهذه الأمور. عايز أختم معاك بالحاجة السعيدة الجميلة واللي أسعدتنا كلنا، وهي موسوعة جينيس ريكورد ونجمنا ونجم الإمارات علي مبخوت، يدخل هو والإمارات في موسوعة جينيس ريكورد أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، واسم الإمارات يبقى موجود في الموسوعة دي. أعتقد حاجة تسعدنا، حاجة تشرفنا، ببارك لك عليها، وأكيد لك تعليق على هذا الإنجاز. طبعا عارف أنت أكيد يعني كابتن علي حقق تاريخ ليس لنفسه فقط بل لمنتخب الإمارات واتحاد الإمارات. اليوم هذا ما غير بدعم من القيادة الرشيدة لاتحاد الإمارات ومواكبة ومتابعة الاتحاد لمنتخبنا الفني، منتخبنا الوطني وجهازه الفني والإداري. الإنجاز هذا سجل لدولة الإمارات وسجل أيضا لعلي مبخوت. إنجاز هذا جاء أيضا بمساعدة وتعاون زملاء في الملعب.
اليوم الحمد لله اللي حقق الجينيس بوك اوف ريكوردز اللي هو الرقم القياسي او اسرع هدف في بطولات كاس اسيا، لكن اليوم نتمنى منه انه ان شاء الله يحقق ارقام قياسيه اخرى اليوم، وايضا زملاء والتركيز على تصفيات اسيا لموسكو ان شاء الله في شهر 6، فنتمنى لهم التوفيق. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التمنيات ان شاء الله بالتوفيق في كل المسابقات والمنافسات القادمه لكل الفرق والمنتخبات الاماراتيه باذن الله، ومشكورين على تواجدكم. اشكرك شكرا جزيلا. الله يسلمك. التغطية مستمرة داخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. الآن نحن داخل إدارة الإعلام، وانضم لينا المهندس كريم محمد بإدارة تقنية المعلومات داخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، واللي هيحدثنا عن طبيعة عمل هذه الإدارة. إدارة تقنية المعلومات بتهتم بكل النواحي التقنية اللي موجودة في اتحاد كرة القدم، بس من أهم المشاريع اللي موجودة هو نظام FNet. نظام FNet هو نظام إلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم، بيبدأ من تسجيل اللاعبين في كافة الفرق، محترفين، مراحل سنية، وكافة المعاملات اللي بيطلبها النادي. كان سابقا الأندية بتيجي الاتحاد بتجيب الأوراق هارد كوبي وبتيجي، وكان عندنا نظام داخلي والموظف بيقوم بعملية التسجيل. حاليا النادي بعده 150 كيلو عن الاتحاد، فبيعمل سكان للدوكيمنتس بيبعتها اونلاين، خدمات الكترونيه كلها، تسجيل لاعبين، انتقال، اعاره، اصدار بطاقه، كل المعاملات اللي بيطلبها النادي من الاتحاد اونلاين. بعد كده قائمه البدايه، جداول المباريات، النتائج، كل الاحصائيات موجوده اونلاين على السيستم. هذا النظام وفر ايه في الكره الاماراتيه؟ وفر مجهود كبير جدا على الانديه، لان الانديه موجوده، احنا هنا مركزنا في دبي، فممكن نادي يجي من الفجيره او من ابو ظبي مسافه على بعد 150 كيلو، ممكن الموظف يجيب الورق يكون فيه ختم ناقص او شيء بسيط، لازم يرجع تاني يجيب يقوم بالتعديلات على الورق ويجيبها تاني. بس حاليا كله بقى اونلاين، كله على السيستم، ما عادش فيه زحمه موجوده، كل السيستم الشغل كله اونلاين. زائد ان الاحصائيات اللي موجوده بنقدر نستخرج من السيستم كافه الاحصائيات عن السيستم، عن اللاعبين، المدربين، اعضاء الاجهزه، الانديه. في كمان بعد ما خلصنا السيستم في المرحله السادسه المنتخبات الوطنيه، كافه المشاركات، الملفات الطبيه للاعبين، في التقرير PCMA ده تقرير معتمد من الفيفا للملف الطبي للاعب موجود على السيستم. كل شيء يخص إدارة كرة القدم، الأندية، وكلاء اللاعبين، المسابقات، الحكام، تعيين الحكام أونلاين، الحكام بيوافقوا على التعيين ومستحقاتهم أونلاين. كل شيء خاص بإدارة شؤون كرة القدم هو ضمن النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم FNet. إدارة الإعلام هي من الإدارات المهمة والمنوط بها عمل كبير، بتشارك في الاستراتيجية الموضوعة من قبل المسؤولين باتحاد كرة القدم، وعلى رأسهم سعادة يوسف يعقوب السركال رئيس الاتحاد، واللي طبعا بيقول مقولة مشهورة ان الاعلام هو الشريك الاول. طبعا كلنا عارفين دور الاعلام ومدى تأثيره، فالادارة عندنا وراها مهام كبيرة، مهام احترافية بتواكب العمل الاحترافي اللي بيقام داخل اتحاد كرة القدم. ابرز هذه المهام، اولا احنا تقريبا في نشره يوميه لكل الصحف العربيه والاجنبيه، عقد المؤتمرات الصحفيه للمسؤولين والمدربين، عندنا منسقين اعلاميين في الاداره بيصاحبوا المنتخبات الوطنيه في السفرات وفي البطولات سواء كانت دوليه رسميه او دوليه وديه، احنا معنيين باصدار كتيبات وكتب، وان شاء الله هذا الشهر بنصدر كتاب عن انجازات الاتحاد، ان شاء الله بنصدر مجله خاصه بالاتحاد والعمل في الاتحاد بشكل عام. دخول المباريات سواء المباريات الخاصه بالمنتخب او المباريات في الدوري الاماراتي كيف يتم؟ احنا طبعا عندنا هنا في لجنه المحترفين موجوده، وهي لجنه منبثقه من اتحاد كره القدم،
معنية بهذا الأمر بوفق المعايير الاحترافية اللي وضعها الاتحاد الآسيوي، وإحنا بدورنا بنجهز كل ما هو معني بالمباريات، حتى من البادجات من كل الإجراءات دي من خلال الديزاينر اللي عندنا ومن خلال إشرافنا، وإحنا كإدارة بنشرف على الدرجة الأولى وعلى مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. أخيرا، طموحاتك في إدارة الإعلام في الاتحاد الإماراتي وطموحاتك للإدارة بشكل عام. عايز اقول ان الاتحاد الاماراتي بيقاد بطريقة احترافية عالية، اتصور ان شاء الله طموحاتنا اكبر من كده كتير. طموحاتنا ان يبقى عندنا يعني عايز اقول مطبوعة اسبوعية، طموحاتنا ان نوصل الى العمل الاعلامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم. كل جولة في الدوري العام اللي هنا في الامارات بنقيم حراس المرمى وبنديهم يعني الدرجات بتاعتهم ومستواهم ايه، وطبعا هنا الدوري الامارات ماشي كويس صراحة، دوري المحترفين وابتدأ فيه تقدم، هو ده سادس سنة ليه هنا هوت، وانا حاسس ان الكرة يعني حتى تصفيات اسيا لما وصلوا المركز الثالث تعتبر احنا بالنسبة لنا انها حاجة كويسة جدا، ومركز كويس مع الظروف اللي مر بيها المنتخب من اصابات وبعدين خارجين من بطولة الخليج، فدي حاجة كويسة ان هم يحصلوا على المركز دوت. بالنسبة للمدربين المصريين يعتبروا هم الاوائل اللي وصلوا دولة الامارات في السبعينات، يعني نقول بس ان الله يرحمه كابتن زكي عثمان وكابتن شحتة من اول المدربين اللي وصلوا هنا الامارات، مسك نادي الاهلي ومنتخب الامارات، وفي كابتن الشربيني وكابتن طه اسماعيل يعني وكابتن ابو العز. لو نعد الاسامي طبعا يمكن مجموعه كبيره جدا مدربين المصريين عملوا هنا في الامارات، فالحقيقه هنا هم مش ناسيين الموضوع دوت ابدا، حته الوفاء عاليه جدا عليهم، عارفين ان هم يعتبروا الاساس في تكوين الفرق وتعليم اساسيات كره القدم. مدربين المصريين اللي هم حجر اساس هنا بالنسبه للمراحل السنيه كمان، كان في مدربين كتير جدا على اعلى مستوى، يعني يمكن طبعا الاسامي كتيره جدا، فاللي انا يعني فاكرهم حاليا دلوقتي، فدي طبعا حاجة كويسة جدا. ففي تواصل ما بين دولة الامارات مش من دلوقتي، من ايام عهد الشيخ زايد الله يرحمه. الاعلام في مصر والاعلام في دولة الامارات شايف الفرق ما بينهم ايه؟ بالحقيقة انا برضو محب اتكلم بالحقيقة، الحقيقة الاعلام هنا اعلام قوي وكويس، اعلام شفاف ما فيهوش خطوط حمراء، بتتكلم اللي انت شايفه ويحترم رأيك، كل رأي ورأي الآخر. فالنهاردة الإعلام موجود في دولة الإمارات بشكل جيد الحقيقة، وتجد النهاردة إنك تصحى كل يوم الصبح هنا يا كابتن تقرأ في الجرائد كأن كل يوم في بطولة في دولة الإمارات، كل يوم مش يوم فترة وفترة في بطولة، كل يوم في كل أنواع الرياضة بتحس إن البلد دائما عندها بطولات ودائما عندها نشاط رياضي عالي. من وجهة نظرك وانت متابع جيد للأحداث الرياضية هنا في دولة الإمارات، النجاحات المتتالية اللي حققتها الكرة الإماراتية على المستوى القاري شايف سببها ايه؟ اولا سؤالك كويس جدا، والحقيقة لازم نتكلم فيه بتوسع شوية. اولا دولة الإمارات تم تطبيق الاحتراف فيها من حوالي 6 سنوات، الاحتراف تم في الدولة بفكر عالي وبرؤية عالية، والناس طبقته بأحدث الطرق اللي موجودة على مستوى العالم. النهاردة رغم وجود الضعف البشري بالنسبة للعيبة المواطنين، عندك الدوري يضم كل نادي في دوري المحترفين 4 محترفين أجانب، والأجهزة الفنية زي ما أنت عارف. النهاردة بيصرف على الكورة مبالغ طائلة الحقيقة، بنصل إلى مبالغ وصلت يمكن 2 مليار وشوية في الدوري، ده دليل أن أنت النهاردة بترفع من المستوى الفني في الدوري نتيجة ما بيصرف من الدوري. دعم الدولة واهتمام أصحاب السمو الشيوخ بالرياضة في الدولة وبخصوص بكرة القدم، تجد النهاردة أن النادي العين من الأندية اللي ليها اسم كبير في آسيا واسم كبير عربي، ناتج عن دعم من أصحاب السمو الشيوخ من حال النهاردة بوفر لك كل إمكانيات والقدرات لتساعدك على التواجد بقوة في آسيا. الكرة الإماراتية تدين بالفضل لمين من المسؤولين لما وصلت إليه؟ اولا تدين الى اصحاب السمو الشيوخ اللي هم ساهموا وتابعوا وحاولوا ان يوصلوا بالكره الاماراتيه الى المستوى المطلوب. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي من المهتمين جدا 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 بالرياضه، مش بالعين فقط، بكل الانديه الدوله، ومحب لكل لعيبه الدوله.
وداعم قوي جدا. صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، شخصية رياضية عظيمة، أب لكل اللاعبين الموجودين في الدولة. النهاردة لو هو بيتفرج على مباراة مع فرقة بتلاعب نادي العين وأصيب لاعب في نادي المنافس معك، تجد أول واحد متواجد في مستشفى لمتابعة هذا اللاعب. هو مش لاعب بتاعه ولكن هو لاعب ابن الدولة. مفيش فرق بين الإمارات ومصر الحقيقة. النهاردة لو شفنا ما يطبق في دولة الإمارات زي ما بنشوفه في الاعمار، بنشوفه في المعاملات الحكوميه، اتمنى ان كمان الرياضه نشوف النهارده الامارات وصلت لفين. النهارده الدوله العربيه زينا زيها، ناخد منها زي ما تاخد مننا، نشوف وصلت لغايه فين. مش عيب النهارده، لازم اعرف النهارده عندك في تطبيق الاحتراف له فروع كتير وعناصر مهمه كتير في التواجد فيها. النهارده مصر بلد كبير، بلد هو الاول في الرياضه، اول في الكوره في العالم العربي وفي افريقيا. فالنهارده لابد نكون احنا عندنا الحاجات المتواجده النهارده في الدول العربيه اللي موجوده، زي دوله الامارات متقدمه في كل شيء، ولابد ان احنا ناخد ايه اللي عندهم عملوه لوصلوا ده. دايما نبتدي عندما ينتهي الاخرين على الاقل. فالنهارده اللي متواجد في النادي في دوله الامارات من كوره، شوف النهارده دور المحترفين في رابطه خاصه بالمحترفين، في استثمار، في دخل، في امور هم عملوها بشكل جيد وماشيين فيها بشكل جيد. النهارده عندك في رابطه زي رابطه المحترفين، في عندك زي لجنه انضباط مش موجوده عندك في مصر. لجنه انضباط دي بعيد عن الاتحاد، بعيد عن الرابطه، قراراتها حاسمه، قراراتها منفذه اكيد، ولابد يكون عندنا احنا ده على الاقل، بتخلي لك الامور بتمشي في النصابه الصحيحه.